القدس.com رام الله فلسطين، أهلا بكم. قتل 7 أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت بين أنصار الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية في مناطق متفرقة من العاصمة القاهرة الليلة الماضية، في وقت تعرضت فيه نقاط عسكرية لهجمات مسلحة شمال سيناء، بينما احتشد الآلاف من مناصري جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رمسيس أحد أهم ميادين وسط القاهرة، وأغلقوا جسر 6 أكتوبر وهو الشريان الرئيسي للمرور في القاهرة، وذلك قبل أن تفرقهم قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع. تدمير الأنفاق ضيق الخناق على سكان قطاع غزة، ما تسبب بحدوث أزمة طالت جميع مناحي الحياة هناك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من قطاع غزة الدكتور محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. ما هي تداعيات تدمير الأنفاق على سكان القطاع الآن؟ كما يعلم الجميع أن قطاع غزة يعتمد ب70% من المواد التي تأتي إلى سوق القطاع واحتياجات المواطنين من الأنفاق، بمعنى البضائع المصرية التي تدخل عن طريق الأنفاق. وإسرائيل أغلقت 5 معابر رئيسية وأبقت على معبر وحيد اسمه معبر كرم أبو سالم، تدخل به بعض البضائع والسلع، بطاقة استيعابية لدى السوق الفلسطيني والمستهلكين الفلسطينيين بما لا يتجاوز 30-35% من هذا الاحتياج. وبالتالي يعتمد اقتصاد قطاع غزة بصورة كبيرة جدا، بصورة 2/3 تقريبا، على المواد التي تأتي عن طريق الأنفاق. وهناك سلع استراتيجية مثل الوقود الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، على المستشفيات، على المرافق الصحية، على محطات تحلية المياه، على محطات معالجة المياه، على المنشآت، على التيار الكهربائي. يوجد نقص شديد بها الآن، وبالتالي هي تتعرض لقطاع غزة يتعرض الآن إلى أزمة إنسانية تذكر بسنوات الحصار الأولى التي فرضت على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أي منذ منتصف حزيران 2007. طالما الأمور تصل إلى هذا الحد من الخناق، هل هناك قنوات اتصال مع الجهات المصرية المعنية؟ أنت تعرف أن الوضع المصري الآن غير مستقر، وهناك انشغال بالملف الداخلي، ولكن هناك قنوات اتصال بواسطة جهات مختلفة أبرزها قيادة منظمة التحرير، حتى يتم إجراء عملية تفهم للأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنين الفلسطينيين، بما يضمن من حقهم بوصول السلع إليهم، وحقهم من يعني ممارسة حياتهم الطبيعية، علما بأننا ندرك تماما أن العدو المركزي هو الاحتلال والحصار، وأن المجتمع الدولي لديه وظائف وواجبات رئيسية أبرزها ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الحصار وسماح للفلسطينيين بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وخاصة التبادل التجاري مع الشق الثاني من الوطن الضفة الغربية، بما أن هذه المنطقة وفق القانون الدولي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أراضي احتلت عام 67 وتشكل وحدة جغرافية وقانونية وسياسية واحدة، فهذا حق من حقوقنا. ورب ضارة نافعة، هناك أزمة اقتصادية وإنسانية، ولكن على المستوى السياسي يجب أن نركز البوصلة على استمرار الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني وضرورة إنهائه. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. عفوا. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي أقر مقاطعة شاملة للمستوطنات في اتفاقياته، حيث أصدر تعليمات تلزم جميع دول الاتحاد 28 بالامتناع عن التعامل مع المستوطنات. اعتدى مستوطنون متطرفون فجر اليوم على عدد من المقدسيين وحطموا مركباتهم خلال مسيرتهم في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، وذلك في شارع باب الأصباط. سقطت عدة قذائف صاروخية على الجولان السوري المحتل خلال معارك بين القوات السورية الحكومية ومقاتلي المعارضة.
وذلك دون أن تقع أي إصابات في الأرواح وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. إلى هنا انتهت هذه النشرة الموجزة، لكم تحية، إلى اللقاء.